فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يصنع للعب الأطفال من الدمى على قسمين. القسم الأول دمى ليس لها أصل له روح. دمى ليس لها أصل له روح، يضعون فيها عين ويضعون فيها أنف لكن لا يوجد لها أصل له روح. يأتون مثلا بدمية مربعة ويضعون لها رجلين ويضعون لها عينين ويضعون لها أنف، لكن في الواقع ما في شيء له روح هكذا، فهذه جائزة ولا حرج فيها. والقسم الثاني دمية لها أصل تحله الروح، شكل قط، شكل بنت، شكل يعني فأرة، فهذا محل خلاف بين العلماء من المتقدمين والمتأخرين، فبعض العلم يرخص فيه ما دام أن المقصود منه لعب الأطفال، ويقولون إن عائشة رضي الله عنها كانت تصنع مثل هذا، وبعض العلم يمنع من ذلك لعموم النصوص، وهذا أظهر عندي والله أعلم أنه لا يجوز لعموم النصوص. لكن أن يوضع على شكل دمية بحيث ما تحلها الروح، بمعنى يوضع يعني على شكل جسم وكأن لها يدين ورجلين ورأس لكنه ليس فيه عيون ولا أنف ولا أذن، مثل ما يصنعه بعض الناس من القطن، فيصنعون دمية للطفل يحملها خاصة للبنات من غير أن يكون على هيئة ذوات الأرواح، وإن كان يشبهها لكنه ليس على هيئتها، فهذا جائز. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه كان عند عائشة رضي الله عنها أنه على هذه الهيئة. فالراجع عندي أن الدمى التي على هيئة ذوات الأرواح التي تصنع للعب الأطفال لا تجوز.